لما راح يرى بلا حجاب فيش عصر الجماهير وعصر التحرر والانفلات والبشر أصبح مستويين وحوى ما كانش عندها ملابس بالمرة. احنا لولا الشيطان عملنا حتى ورقة التوت. الحجاب نفسه من عمل الشيطان، لان الحجاب تعبير عن ورقة التوت. ورقة التوت هي من عمل الشيطان، الشيطان هو اللي دخل تدخل. وبعدين مرة راسها عريان لابسة ملابس قصيرة، ارادتها قوية مسلحة مدربة شجاعة، هذه محجبة ومحصنة.